استفدوا اشوفوا اللي لقى شي مزه ما يفلتهاش. نقول لكم اش كان يديكو حنت يا ما يبيضوا باش مشيو وليتو غزاله. على هادشي اللي غادي نقول لك يعجبك بزاف بزاف وما غاديش تعاودي تستغني عليه. تلقي ليا ودناتك مزيان وتفرجي من الفيديو من الاول حتى الاخير باش تستفدي منه. اي سميرار اي حبوب اي طاش في وجهك اي حاجه في البشره ديالك من هاد الفيديو غادي تقولي كلشي وداعا. السلام عليكم العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الغزاله ديالي والحباب ديالي اللي في القناه، كنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالنا ما يبخلش علينا بلايك، وكذلك يضغط على الزر اللي بالاحمر كاين لتحت ويفعل الجرس باش ديما يوصلوا الجديد ديالنا. يلا نمشي ونبداو الوصفه ديالنا الاولى على بركه الله. والوصفه ديالنا الاولى غادي نحتاجوا فيها مكونين طبيعيين غنيين على التعريف، انا بعدا ما كيخطاونيش نهائيا من المنزل ديالي، لانه يعني ما نقولش لكم البشره ما غاديش يعاودوا كذلك يخطاوكم، غادي تجربوهم وغادي يوليو عندكم معتمدين في المنزل. اول مكون ديالنا اللي هو الاروز اللي راكم شفتو شاركتو معكم في الوصفه اللي قبل من هذه، غادي تلقاو في صندوق الوصف الوصفه، وكذلك في اول تعليق شفتو اليدين ديالي كيف كانت، يعني درت معكم هانتوما البنات ها هما يديداتي كيف ما شفتو، يعني جربت معكم الوصفه على اليد وحده وخليت وحده وشفتوا النتيجه بعينيكم وقدام عينيكم. ودابا كيف ما شفتوا غادي نبداو الوصفه ديالنا اللي هي فيها مكونين رائعا ما يعاودوش يخطاوكم من الدار. اول حاجه هو الارز مطحون البنات، ها هو كيف ما قلت لكم انا كنستعملوا بزاف الوصفات، غير هو البنات ما تلينوش بزاف يعني ما يوليش لين، ضروري خاصو يكون باقي يعني باقي شويه كمحبب تقريبا بحال التحبيبه ديال يعني رق شويه من سكر سنيده سكر حبيبات. ها نتوما البنات ها نتوما خاصو يكون شويه باقي خشن باش يعني يساعدنا في القماش ديالنا وغادي يحل لنا المسام ديالنا. ثاني حاجه البنات اللي غادي نحتاجوها هو الحليب. ها نتوما انا هنايا الحليب العادي ما متوفرش عندي تسالى ليا، واستعملت نيدو يعني اللي معروف عندنايا. غادي نحتاجو حنايا تقريبا واحد جوج معالق، القياس اللي غادي يدير لينا القماش للبشره ديالنا. دابا البنات هانتوما غادي نحتاج من هاد الارز غنحتاج جوج معالق هانتومايا، وغادي نحتاج كذلك يعني القياس الحليب اللي غادي يخلي ليا الارز ديالي يكون ماشي سائل يعني يكون معجن. انا غادي نجرب البنات نشوف صافي البنات، يعني انا بنت لي هنايا جوج معالق، الان نزيد واحد شويه هكا انا نوريكم هكا البنات هانتومايا هكا هكا باش يجينا قماش هكا هانتوما البنات، ونبقى نخدم هكا هكا البشره ديالي دائريه. هانتوما شوفوا كيف محبب البنات هانتوما شفتوا هكا خصو يكون، ما خصوش يكون لين كاع مغربل يعني يكون بودره لا. صافي غنبقاو البنات نديرو الوصفه ديالنا هكايا دائريه هكايا 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 البشره ديالنا. هذا البنات راه مقشر رائع ما غاديش يعاودو يخطاكم. صافي غنبقاو نديرو هكا تقريبا واحد ما بين 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق، وغير بشويه على البشره ديالنا. صافي وغادي نغسلوها ما بين 10 ما بين 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق، وغادي نغسلوها بالماء الدافئ. وكذلك فاش نغسلو بالماء الدافئ نعاودو نغسلوها بالماء البارد، لانه الماء البارد كيجمع لنا المسام. هانتوما البنات ماما براسها راه شبها يعني هاد الوصفه هادي، وفاش شفت النتيجه على يديا قالت لي يا بنيتي حتى انا نديرها. هما البنات ها هي ماما استغلات اليوم
هي حكات استفدوا اشوفوا اللي لقى شي همزه ما فلتاش دابا الا لقيت الهمزه وانا ما نفلتاش. ها انت البنات شوفوا هاي هي كتقومي دابا فاش غادي تحيد هذا وغادي توجد لي الوصفه الثانيه عاوتاني كذلك غادي ديرها. ها انتوا معايا ياك ما عجبتك الوصفه بعدا ما نقول لكمش كان يدي كحل يا ماي بيضو بالشمس ياك انت الشمس جيت ومشيت للشمس جيت عندها ولا مشيت للشمس كان كحل وانا نشوف الهمزه وانا نوض كندهن كندهن وتنبيضهم وما نقول لكمش وليت غزاله اللي خط عليا الوصفه ديال سناء ديال بنيتك ديال بنيتي سناء الرضا باش بغيتي الرضا ياك الرضا ما ساهلش. ودابا الغزالات ديالي غادي ندوزو باش نصاوبو الوصفه الثانيه اللي حتى هي غزاله. امك ما قلت لكم هاد الوصفات عمركم البنات ما غادي يعاودوا يخطاكم. كيف ما كنقول لكم انا راه كنجيب لكم دائما الوصفات اللي انا كنديرها واللي انا والام ديالي كتعطينا نتيجه رائعه عاد كنعطيها للناس الاخرين. لذلك الوصفه ديالنا الثانيه اللي هي صابون ديال الخيار. هاد الصابون ديال الخيار البنات مكونات طبيعيه وكاينه عندك في المنزل. اول مكون معنا في هذه الوصفه هذه اللي هو الخيار غني على التعريف البنات كيصفي لنا البشره كيحيد لنا الهالات السوداء اللي كتكون عندنا تحت العينين كيحيد لنا الارهاق من الوجه كينقي لنا البشره ديالنا غني 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 على التعريف. ثاني حاجه البنات يكون عندكم صابون طبيعي. كذلك البنات غادي نحتاجوا الماورد. هذا الماورد البنات بعدا ما يخصوش يخطاكم من الدار يعني غير فاش تفيقوا الصباح من الناس شدوا سدوا عليكم ورشوا على وجهكم غادي يكون يعني جوده مزيانه ورشوا على الوجه ديالكم راه كيفتح لكم البشره وكيخليها بعدا واحد الاشراقه ما كيبقاش كل قنت بلون ما كيبقاش هنا لون هنا سمر تيوحد لون البشره وتيخليها كتنفس وكترتاح. اول حاجه البنات غادي نحكو نبشروا الخيار بالقشور ديالو ضروري البنات بالقشور ديالو لانه حتى القشور فيهم ما يعني مفعول رائع للبشره. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا هنا ساليت الخيار ديالي هنا حكيتو. دابا هكا خصو البنات يكون هانتو معايا يكون بهاد يعني بهاد الشكل. غادي نحك معكم الصابون اللي وريتكم غنحك الكميه اللي غنحتاج وغادي نقول لكم شحال حكيت. دابا البنات غادي نحك الصابون كيف ما قلت لكم البنات الحاجه تكون طبيعيه احسن حاجه واخا حنا كنعرفوا الصابون الطبيعي راه غالي ولكن نفضلوا ناخذوا الصابون اللي بلا ريحه من الافضل. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا راني حكيت ماشي النص ها نتوما هذا هو النص حكيت النص ديال يعني الربع ديال النص بركه. ها نتوما ها نتوما صافي. دابا البنات من بعد ما حكيت الصابون لانه هاد الكميه اللي بغيت ها هي هادشي اللي باغا غادي نضيفو على الخيار صافي. انا البنات غنطحنها وغادي نرجع معاكم. صافي هنا البنات فاش طحنت ها هما ها هو الخليط ديالنا غادي نضيف عليها البنات واحد المعلقه ديال النشا الذره ها هي وغادي نردها فوق النار. ها هو البنات نشا الذره بالنسبه للناس اللي برا ما كيعرفوهاش هي مايزينا هي نشا الذره. صافي البنات غادي نخلط العناصر مع بعضها ما غنصفيها البنات ما حتى شي حاجه لانه انا بغيت هاد المكونات كامله تجانسلي مع بعضها لانه كامله فاش كيتخلطوا مع بعضهم كيعطيو نتيجه غزاله للوجه لا القشور لا كلشي كلشي كلشي. ها نتوما دابا البنات غادي نديرو فوق البوطه ونرجع معاكم. ها هو البنات الخليط ديالنا
بقاو تحركوه مزيان باش ما يتحرق تحرق لكم حتى البنات. ها نتوما حركوا مزيان البنات حتى يتجمع مزيان صافي. وطفي البوطه انا واحد شويه دابا صافي دابا بارك غادي نطفي البوطه صافي البنات. ها هو الخليط ديالنا ها هو وجد ليا. ودابا غادي نديرو في هذه ديال الثلاجه وغادي نخليه يجمد وديك الساعه غادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال الاستعمال اللي غديرو البنات. كيف ما شفتوا هومايا المكعبات ديالنا وجدوا والصابون ديالنا وجد والطريقه سهله. راني بديت كنحيدو قلت علاش خصني نوريكم يعني كديروا له هكا سهل ها هو كيتحيد بكل سهوله. جربوها البنات رائعه البنات هذا الصابون هذا واحتفظوا به في الثلاجه لتحت. ما نقولش لكم البنات الطريقه ديال الاستعمال ديالو غادي تجيو للبشره ديالكم وغادي تدوزوا عليها بحال هكايا كل صباح او فاش تبغيو تنعسوا في الليل بحال هكا دائريه من بعد ما ديروا داك الكوماج اللي وريتكم قبيله صافي وتغسلوا وجهكم وتعاودوا ديروا الصابون ديالكم الرائع اللي فيه نشا ورشتوا المكونات والصابون طبيعي وتخليوه في البشره ديالكم حتى ينشف على خاطر خاطرو ونعسوا به هكاك. غادي تستعملوها البنات وغادي تعجبكم النتيجه وغادي تحمقوا عليه عمر يعاود يخطاكم. غادي تجربوها البنات والله ما غادي تعاودوا تستغناو عليه نهائيا. ونتمنى حبايبي العزاز الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا باللايك وكذلك مرحبا بالناس جداد في القناه ديالنا وتهلاو ليا فراسكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.